نعم من نقول في عيني ونحن نقول وش عبد الله ولد الكبيرة لأحمد الله وشكري معدك على الخير والخمير ولا كبير كاين عندك دابا مشاكل غالب عليهم غالب الله شو اللي عندك عنده وراق دابا طابة المخزن؟ ها؟ الوراق مدفوعين بطابة المخزن كيفاش طابة المخزن؟ مدفوعين بطابة المخزن على خدمة ولا على ورث باغي تشدوه ولا على هي والحمد لله شنو تقولي لنا كيفاش راه ورثك وشغلك العيد الله وطريق المخزن ها الله معاونك سقع على هذا مابقاش عاود خبارك وكاين عندك دابا الشغل معمر بيه قلبك ها الله مسهل لينا وعليك احمد ربه وشكري ولا وخطي عليك مصطفى خطي عليك خالد سيدي الاخر مروان راك عندو معاك الزغبي راه يدو هاو مازال تولي تدور معايا وقول لك انا بالشغل هذاك راه يدوي لك وشكرا الاخرين ما عندكش معاهم تا ابو قرعه الاخر مو هذاك يوسف سيدي علي الاخر رشيد ما تيقش معاه اللي عنده السبسي كيك ملكيه راك عندو معاك الزغبي راه تا هذيك مرات الطفل الاخر مرات الطوموبيل مرات مبادر اسبانيويه كي راه كتحماق عليك باقا راه غتجي عندك كي راه مخارج دروك وهذه مشات خارج كتجيك كي معمر راسك بيها لا والله تكتب عمر رسمي وكانت من قبل كي مشات برا الخارج واللي مشى الحبس واش كيجيك على ما علينا ديما مناش ما كاينش ماشي نحس صاحبي وكان دو معايا قال لي صاحبي مابقاش في الدار مرة ديالك السحورة من وين ديالك شكي نعاود دابا من بعد اللي مشى الحبس خش دخل دارو والله وديما كذب عليك امك حية حية وملي وباك حية انا عاد نوصيك لا كانت حية تقيد لها بعندك وتشتغل عليهم انا ورقوسي وقايد راه ما غنمشي تبعطيه تبعطيه بغات ديريه شنو يدير؟ فسيخة شنو يدير؟ فسوخ الجاوي العرعار أم الناس حتى تفك الموظف بعرق الداد الشبار حرمل حبل حيلة بسخ الحنس شوك قنفول شوك الدربان ليترون في النار شنو يعني تبخر أمو بيه؟ يوم ولكن بغيت تاكلي مسوقه صافي مش نار تبخر بيه ولكن دون معاه كانوا يقولون هم هذا شو بخير عندي؟ يوديرهم بالخميس بحالي وديرهم نهار الحد قول لهم الحد يخبون توع بيت الحد وعاد خذ قبل الزيت اكلته ولا هادي ولا هادي اليوم الحد يخبون توع بيت الحد قبول الزيت معاك دير في الطوموبيل اللي تربح حتى لو ما تجيش يا عندك.